تحتفل وزارة الخارجية بيوم الدبلوماسية المصرية بمقر النادي الدبلوماسي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. يأتي الاحتفال بحضور وزير الخارجية السيد سامح شكري ولفيف من وزراء الخارجية السابقين والسفراء والدبلوماسيين. المزيد مع أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصرية. أحمد، هل لك أن تضعنا في صورة هذا الاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية؟ في البداية، كل عام وأنتم بخير ومصر كلها بألف خير بمناسبة يوم الدبلوماسية المصرية الذي يوافق 15 من مارس من كل عام. في هذا اليوم تحتفل مصر والخارجية بهذه الاحتفالية وتنظم احتفالية في كل عام بهذه المناسبة، وهي ذكرى الأولى بعد المئة التي توافق عودة عمل وزارة الخارجية المصرية إلى عملها عام 1922 بعد أن حصلت على استقلالها من الانتداب البريطاني. في هذا العقد من الزمان وهذه السنوات الطويلة قرد 100 عام نتحدث عن دور كبير من الدبلوماسية المصرية التي مارستها ودافعت عن حقوق المصريين طوال هذه السنوات، طوال قرن من الزمان. منذ قليل وصل إلى مقر النادي الدبلوماسي في وسط القاهرة هنا وزير الخارجية سامح شكري، حيث تبدأ وتنطلق هذه الاحتفالية بعد لحظات بحضور عدد كبير من السلك الدبلوماسي المصري ومن كبار السفراء وكبار الدبلوماسيين القدامى وأيضا من الدبلوماسيين الشباب لتمتزج سويا هذه الأجيال هنا في مقر الاحتفال حيث النادي الدبلوماسي بوسط القاهرة. من فعاليات الحفل اليوم سوف يتم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ وإنجازات الدبلوماسية المصرية، بالإضافة إلى أن وزير الخارجية سوف يقوم أيضا اليوم بتكريم عدد من قدامى وكبار الدبلوماسيين الذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح الدبلوماسية المصرية في شتى أرجاء العالم، وبالتالي نتحدث عن احتفالية كبرى تنظمها وزارة الخارجية كل عام ونتابعها معكم اليوم لحظة بلحظة حيث تنطلق بعد لحظات قليلة. مرة أخرى كل عام وأنتم بخير. أشكرك أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري.